يوشكوا أهل العراق يوشكوا أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. القفيز لاحظوا القفيز اللي هو مكيال أهل العراق بتعرفوا حسب البلاد، المكاييل كانت أسماءها حسب البلاد، وعندنا كان مشتهر زمان هنا المد والمدي والصاع. والصاع ما هو لأنه في كتب الفقه يعني، والمد ثبت يعني صار لكن هي بتختلف البلاد كانت في التسمية. يوشكوا أهل العراق أن لا يجبى إليهم، يجبى إليهم معناته المسألة إيش؟ بيجيهم المسألة مش مسألة زراعة الآن عندهم، لا يجبى إليهم يوشكوا أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. أولا من اللي قال هالكلام؟ أولا اللي قال هالكلام مش الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بعض التابعين كانوا موجودين في مجلس الصحابي جابر بن عبد الله، موجودين في مجلس الصحابي جابر بن عبد الله، في أثناء الكلام بقول لهم جابر يوشكوا أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم، ما يجيهمش يعني. ما هو طالما مكيال، معناته القضية متعلقة بالجانب الحبوب والقضايا الاقتصادية، هاي الزمان كان كل اعتماد الناس واليوم على ايش يعني في حياتهم، مش هيك؟ ولا درهم اللي هو الجانب النقود يعني الثمنيات، الثمن الأثمان الدرهم، وغالبا الدرهم كان يكون ايش؟ فضي. يشكو أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. استغربوا قالوا له من أين ذاك؟ يعني من أين ذاك المنع؟ من اللي يمنع؟ هذول بيسألوا. إذن التابعين اللي بيسمعوا للصحابي الآن، الصحابي هو لاحظوا كل الكلام منه، بس لا يعقل أنه يتكلم في قضية غيبية زي هاي إلا ما يخذها من الرسول صلى الله عليه وسلم. بس هو بصيغ الكلام الآن، بعدين لما بده يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول، أما هو ماخذ المعلومة من الرسول صلى الله عليه وسلم الآن بصيغ لهم إياها هو، فبيقول لهم يوشك، لأنه مش معقول هو بتنبأ بالغيب جابر بن عبد الله. وهذا اللي بيسموه العلماء بيسموه الحديث الموقوف على الصحابي، يعني له حكم المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، موقوف على الصحابي، لأن الحديث اللي يسمى موقوف هذا على الصحابي، والمقطوع على التابعي، والمقطوع غير عن المنقطع. المقطوع يعني التابعي، إذا قالوا جاء في الحديث المقطوع يعني للتابعي، وجاء في الحديث الموقوف يعني الصحابي، وجاء في الحديث المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأحاديث الموقوفة على الصحابة ولها حكم المرفوع. ليش؟ لأنه الصحابي مش معقول يعني هو بيعلم غيب هو، هذا اذا ماخذها عن الرسول. زي لما نشوف الصحابي بيصلي بدون ما يقول انه هيك كان يصلي الرسول، شو بنفهم احنا؟ انه هيك كان يصلي الرسول، مش هيك؟ تمام. قالوا له من اين ذاك؟ يعني مين يمنع؟ ولاحظوا قضية مين يمنع. طب زمان بالمفاهيم بالقدرات القديمة، طاقة البشرية قديما، انا بفهم يحاصروا بلد بغداد، البصرة، الكوفة، مش هيك؟ اللي بتحاصر ايش؟ المدينة او العراق. اكمل يوم بده العراق في ذاك في المعطيات القديمة حتى تمنع انت الدخول. طب بدخل من جهة الشمال، بدخل من جهة الشرق، من جهة الغرب، من جهة الجنوب، هذه مسافات هائلة، اني جيوش اكمل يوم يعني تيحوطوا البلاد. غير اليوم المسألة ما هي بتعرفوا، هذه الدول لازم تشترك في الموضوع، دول اثنين واقمار صناعية وتفاصيل، ومع ذلك ما بيقدروش يمنعوا الماء تمر، بيقدروش. تمام. طب قديما اذا هذا مش ممكن، قالوا له، اذا سألوه قالوا له من اين ذاك؟ يعني من اين ذاك المنع؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك.
يعني يمنعون ذاك المنع. العجم، العجمي كل من هو غير عربي، يعني لسانه مش عربي، لأنه شو قابل في القرآن الأعجمي؟ عربي. اللي في القرآن الكريم اللسان الأعجمي شو قابله؟ العربي. معناته غير العربي إيش هو؟ أعجمي. قال العجم من قبل العجم يمنعون ذاك المنع، العجم من كان غير عربي. وأذكر لما حوصرت العراق، وانتم بتذكروا من سنين طويلة لما حصرت العراق جبنا هذا الحديث، وقلنا لكم واضح من سياق الحديث انه راح يكون في حصار للشام. اذا بذكر بعضكم لما قلنا اي شام اللي راح تحاصر، مين كان حاضر فيكم؟ ها؟ هاي في واحد كمان، هاي اثنين، هاي ثلاثة. ما كانش في شام ولا حصار شام ولا اشي. ليش؟ طب منين جاء الشام في الحديث؟